إنجي الحكيم تتواجد في السوق وحكي دائما إنجي، ما الذي دفعك للسوقي لتغيير المسار بعد مرور ربع التداولات في الجلسة؟ نعم رولا، لم يكن هناك طبعا عمليات بيعية مكثفة ثم تحولت إلى عمليات شرائية، وخاصة في آخر الجلسة يعني آخر نصف ساعة من جلسة اليوم في سوق دبي المالي لاحظنا يعني عمليات شراء على سهم إعمار العقارية وارتفاعات بأكثر من 1.5% تقريبا على السهم بعد ما كان على تراجع طبعا وكان يضغط على المؤشر بشكل واضح منذ بداية الجلسة. هناك طبعا يعني أملاك ودمك وإعمار استحوذوا على أكثر من 50% من السيولة، ولكن الجو العام كان هادئ رولا بشكل عام. هناك طبعا يعني ضعف وتدني في مستويات السيولة، ولكنها يعني اليوم كانت السيولة تعدت المستويات 310 ملايين درهم، يعني تعتبر سيولة متدنية بالنسبة لما نشهده في سوق دبي المالية، ولكنها إلى حد ما يعني سيولة في المتوسط بالنسبة ل متوسط السيولة الذي نراه هذه الأيام خاصة في سوق دبي المالي. ولكن سوق دبي المالي لم يعودنا على هذه المستويات من السيولة، ولكن استطاع المؤشر أن يختتم الجلسة على ارتفاع طفيف حتى ولو كان نصف النقطة المئوية فوق مستويات 3500 نقطة. كنا طبعا قد شهدنا يعني أيضا اليوم حدث عمليات بيعية مكثفة على دبي باركس أند ريزورتس أوصلت بها إلى مستويات الليمت داون أو الحد الأدنى، ولكن عمليات شرائية يعني تحولت السهم إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى طبعا، ويعني أغلق في المنطقة الخضراء فوق مستويات الدرهم بعدما كان قد كسر هذه المستويات. كنا شاهدنا ايضا اداء جيد على الدي اس اي اليوم ايضا يعني تفاعلا بالخبر عند لفوزها بعقد بقيمه 96 مليون درهم في الكويت وابو ظبي، والسهم اليوم تفاعل جيدا مع هذه الاخبار وارتفاعات طبعا اغلق على ارتفاعات باكثر من 1.5% على هذا السهم. وايضا يعني القطاع العقاري ككل كان يضغط على المؤشر في بدايه الجلسه، ولكنه سرعان ما عاود للإغلاقات في المستويات أو يعني في المنطقة الخضراء. بالنسبة طبعا لسوق أبو ظبي للأوراق المالية استطاع أيضا أن يعني يحتفظ بمستويات 3000 أو فوق مستويات 3400 نقطة، طبعا كان 4000 عفوا و 4400 نقطة دعم من قطاع الاتصالات. يا سهم اتصالات شهدنا طبعا عليه تداولات وارتفاعات بأكثر من 3% طبعا، وكان يعني تعتبر ذلك ارتفاعات جيدة. بالنسبة لقطاع السلع الاستهلاكية استمر في دعم المؤشر أيضا منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها، وارتفاعات على سهم أغذية بأكثر من 4.5% تقريبا، وتداولات على يعني ولكن بكمية قليلة فقط 290 ألف سهم. بالنسبة طبعا لإف جي بي أو القطاع البنكي كان قد ضغط على المؤشر في جلسة أمس، اليوم دعم المؤشر بعض الشيء، ولكن يعني إف جي بي كان طبعا ضغط بشكل طفيف. دعم المؤشر عفوا، ولكن بقية الأسهم البنكية ضغطت على المؤشر بشكل طفيف، وقطاع الطاقة طبعا كان من الضاغطين على المؤشر في هذه الجلسة. يعني بشكل عام رولا يعني شهدنا جلسة هادئة طبعا وتدني في السيولة لكلا السوقين. طبعا هناك لا تزال عملية الخوف والحذر موجودة في نفوس المتعاملين في الأسواق الإماراتية حتى يعني يظهر أي محفزات أخرى مثل الأرباح الربع الثالث ربما، أو ربما أخبار جيدة نتبعها على الأسواق العالمية يعني بشكل جيد حتى تستطيع الأسهم مرة أخرى أو نفسية المتعاملين أن يعني تدخل مرة أخرى إلى السوق ونلقى شهية مرة أخرى.